السلام عليكم. وليد سعدي، رئيس المكتب الجهوي والجهات سوس مسا، المنضوي تحت لواء الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، كمسؤول في قطاع المخابز بالجهة ديال سوس مسا. بالنسبة للثمن ديال الخبز، حنا أصحاب المخابز على الصعيد الوطني، باش نقولها لك بكل صراحة، الخبز مادة بحالها بحال المواد الأخرى، الثمن ديالها محرر. يعني باش ما تقام علينا الثمن، باش ما تقام علينا الخبز، كنبيعوه تنزيدو هامش الربح ديالنا وكنبيعو. يعني فين ما كتزاد شي مواد أولية ولا شي حاجة، كنديرو إعادة النظر، إما بالنسبة للزيادة ديال قرعة الغاز. اليوم ما كتأثرش علينا، حنا عندنا بزاف ديال المنتوجات في قطاع المخابز، كنبيعو الحلوى لاكريم، كنبيعو كاين المنتوجات اللي كيتصوبوا بالضو، عندنا فران ديال الضو. كاين في القطاع ديالنا كاينين افرينا اللي كتخدم بالغاز، هذه غادي تكون كتكون متضرره، ولكن كاين افرينا اللي كتخدم بالعود، وكاين اللي كتخدم بالفيول، وكاين اللي كيخدموا بالضوء. دونك بالنسبه لينا حنا الثمن، الزياده في الثمن البوطه ما اليوم ما غاديش تصدعني على حساب البيع ديال الخبز. البيع ماده محرره بقوه القانون، بيع ديال الخبز، البيع ديال الخبز كان نقولها وكنعاود نقولها، هو تيقنوا قانون حرية الأسعار والمنافسة، قانون 096 ديال عام 2000، وتعاد النظر ديالو في 2014. اش كيقول هذا قانون حرية الأسعار والمنافسة؟ كيقول لك وقت ما درتي واحد، نتجتي واحد المنتوج، كدير التكلفة ديالته زائد هامش الربح، هذاك هو الثمن ديال البيع. اليوم حنا كنخدموا بهذه الطريقة، يعني كنمشيو مع السوق، خرج لينا ب 10 دريال نبيعو ب 60 فرانك، ما كاين مشكل، نبيعو بدرهم، انا حر نبيعو باش ما بغيت. الثمن ديال الخبز اليوم ثمن محرر، هذا الشيء اللي نقدر نقول لكم. اللي غادي يقدر يكون متضرر من قرعه ديال البوتاغاز هما القطاع الغير مهيكل. علاش بالضبط القطاع غير مهيكل؟ القطاع غير مهيكل كيعتمدوا على الانتاج الخبز بوحده، القطاع الغير مهيكل من واحد الناحيه راه هو قطاع غير مرخص، وكيخدم في واحد العشوائيه، وخص اعاده النظر في هذه المساله، هذه غادي نهضروا فيها من بعد. هذا القطاع قلت لك هو الوحيد اللي كيكون متضرر في الزياده ديال البوطه، حيت هو المنتوج ديالو هو الخبز. هذيك هو كيبيع باثمنه ناقصه، كيبيع ب 80 فرانك 90 فرانك، بيتاغاز ما مخرجاش، وكيعتمد في البيع على الموزع. يعني خصو يخلي واحد الثمن للموزع، وموزع يخلي لا 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 مول الحانوت او مول السمك. ما بالنسبه للقطاع المهيكل والمخابز المرخصه اللي عندنا لا في سوس ولا على الصعيد الوطني، عندهم منتوجات كثيره وكيبيعوا باش ما تقام عليهم المنتوج ديالهم، يعني بكل حريه. كنقولها وكنكرر عليها انه كنبيعوا بكل حريه طبقا لقانون حريه الاسعار والمنافسه. الزيادات حنا كما قلت لك حسب الظروف، هذه الزياده اللي تزادت في القرار بيتاغاز على حسب المخابز. تعرف انه كاين كل مخبزه كتبيع بالثمن اللي مخرجه، ولكن ما نساوش ان كل مخبزه بشحال كيتقام عليها. كاين المخبزه اللي هي كاينه في واحد المنطقه راقيه، هاد الزياده ديال بيتاغاز كاع ما كتحس بها. كاينه اللي مخبزه اللي كاينه في واحد المنطقه ضعيفه، وكاين المواطنين المستهلك اللي هو ضعيف كتراعي، كيصعب عليه تزيد، يعني كيبغيو يزيدوا كيصعب عليهم يزيدوا. ولكن غالبا كما قلت لك، المهم الثمن ديال الخبز يعني مختلف من كل بلاصه لبلاصه على حسب المحل اللي كاري. كاين اللي كاري، كاين اللي ما كاريش، كاين اللي عنده الماتيريال كيحسب لك لامورتيسمون ديال الماتيريال ديالو، وكاين اللي ما كيحسبو، كاين اللي تامورت عليه الماتيريال ديالو. كاين الطاقه، كاين اللي كيخدم بالضوء وكيخدم بالفيول او بالغاز او لا بالعود، دونك يقدر الثمن ديالو يزيد يقدر ما يزيد. كاين اللي كيخلص العمال ثمن مزيان، وكاين اللي كيخلصهم بقل ثمن. كاين اللي كيشري دقيق في الجوده العاليه بثمن، وكاين اللي كيقل. يعني ثمن الزياده ولا داكشي كيبقى على كل مهني، كما قلت لك كل واحد باش ما تقام عليه المنتوج كيدير واحد بطاقه تقنيه. البطاقه التقنيه تيقول شريت قدا وقدا ودرت قدا وقدا، تقام عليا هذا، كنزيد هامش الربح وكنبيع. هذا هو المبدا اللي خدامين به اليوم، يعني حريه الاسعار، انا حر في الثمن اللي كنبيع. والزياده تقدر تاثر اللي هو كاين في شي بلاصه مزير وعنده مصاريف كثيره وعنده الواجبات العمال وما كيبيعش بزاف ولا شي حاجه، هذا هو اللي كاين. ما التاثير ديال بيتاغاز القرعه ديال الغاز ما كتاثرش على الافرينه على الصعيد الوطني
نهائيا، ولكن كنهضر على الافرينة والمخابز المهيكله، ما كنهضرش على القطاع غير المهيكل، هذاك حاجه اخرى. هذا القطاع الغير مهيكل حنا كمخابز وكممثلين ديال قطاع الخبز على الصعيد الوطني، هذا هو الاشكاليه اللي كاينه بالنسبه لنا، هذه هي اللي كنطالبوا حنا الحكومه تدخل باش تشوف لنا هذا الضرر. هذا القطاع غير مهيكل كيشكل لنا واحد المنافسه غير شريفه، كيشكل واحد المنافسه غير شريفه، كيهرس الثمن السوق، كيبيع السلعه اللي هي ما كتعرفش المصدر ديالها، يعني تقدر كاينه مضره. وهذا الشيء كنطالبوا الدوله باش تقنن معنا القطاع ديال المخابز، هو القطاع الوحيد اللي كنظن الله اعلم المهم بالنسبه لنا حنا ما عندوش قانون تنظيمي. واليوم كنقول للدوله والحكومه حنا عندنا مشروع هي القطاع، جلسوا معنا في الطبله خصنا نشوفوا هذه المسائل ديال القانون التنظيميه باش نعرفوا شكون اللي عنده الحق يبيع، شكون اللي عنده اللي واش اللي مرخص، واش هادو هما اللي بغينا الدوله تساعدنا فيهم وتساعدنا في بعض الامور. وحنا راه الخبز كما قلت لك راه قطاع المخابز على الصعيد الوطني كاين اللي كيبيعوا ب 50 فرنك، كاين اللي كيبيعوا 80، كاين اللي كيبيعوا بدرهم درهم ونص، على حسب الجوده، على حسب المنطقه، على حسب، ما عندناش اشكاليه في هذه المساله هذه. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.